سيد رئيس الحكومة، التجارة الخارجية الوحيدة الناجحة في عهد حكومتكم هي الشباب اللي تنصدروه للخارج عبر طريق عن طريق قوارب الموت وهجرة الأدمغة. ملي الأستاذ والطبيب والمهندس ما ضامنش العيش الكريم وكيفكر يهاجر، شنو خليتو الشباب العاطل والبيطالي ما يدير؟ الحكومة كتصدر الشباب والكفاءات في جميع المجالات باش ينتج، وكتستورد لنا الأبقار والحوالة والزيت والزرع اللي كنا في بداية الاستقلال حنا كنصدروه لأوروبا، ودابا ولينا نستوردو من يمتص دماء المغاربة عبر الشركات. واش ما حشمتوش؟ حتى من اللحوم المجمدة عباد الله ولينا نستوردوها، حتى من الحوت ديالنا كيمشي لأوروبا كيتباع رخص من عندنا. راه ما كاينش شي فشل اكثر من هذا لهاد الحكومه. العالم المتطور السيد رئيس الحكومه، واسمعني مزيان، كيختار ممثليه من الكفاءات عكس العالم المتخلف اللي كيختار ممثليه هو مسؤوليه بالمحاباه. اكيد غيكون همكم الوحيد هو شنو تربحوا من جيوب المغاربه، ما همكم لا ارتفاع الاسعار ولا غلاء المعيشه ولا المحروقات، وزيد عليها تضارب المصالح اللي هي سبب هذا الغلاء كامل والضرب الغير المسبوق القدره الشرائيه للمواطنين. عطاتكم الوقت السيد الرئيس تبرضوا علينا كيف بغيتوا ونعمتم. شكرا.